ذكر أولا قول مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى. مجاهد ابن جبر المكي الإمام المفسر الحبر العلم يقول: عرضت التفسير على ابن عباس 3 مرات أوقفه على كل آية. ولذا قال سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لذلك يحرص الإنسان على تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تبارك وتعالى، لأنه في الجملة ينقله عن عبد الله بن عباس، وإن كان روى عن كثير من الصحابة رضي الله عنه، عن أبي هريرة وعن عائشة وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وغيرهم، ولكن تخصص في ابن عباس خاصة في التفسير، روى كثير عن ابن عباس حتى قال: قرأت عليه التفسير 3 مرات أوقفه عند كل آية. في بعض الروايات أنه قرأه عليه 30 مرة، ولكن المشهورة 3 مرات.